مستقله ايضا. من فضلك يا شباب اللي بيعمل حركات كده بالماوس يا ريت يوقفها خالص عشان اقدر ان انا اشتغل. نرجع كده مثلا نفتح جوجل اهو. شباب انا هضطر ان انا انهي المحاضره تماما، مش عايز حد يلعب من فضلكم بالشكل ده. يبقى انا عرفت هنا الزمن. شباب من فضلكم بلاش لعب، انا كده ممكن اطلع من المحاضره وكده المحاضره بتتسجل، فكده غلط. طيب من سنه 64 وادوس كوبي. طيب انا يعني عرفت مين اللي عمل كده، واسمحوا لي ان انا اطلعه بره المحاضره او مش هيدخل المحاضره الجايه، وخلي له مفاجاه بقى يعني ان هو يعني مش عارف هو بيعمل كده ليه. انا مش عايز اضيع الوقت بس في ان انا ادور على مين فيهم يعني اسمه جاني في. شوف بس مين اللي كاتب ده، يعني انا مش فاهم والله يعني ارد عليكم بايه. طيب اروح لاي اي متغير من المتغيرات اللي انا عايزها تاني واعمله بنفس الطريقه. طيب انا المحاضره الجزء الثالث من المحاضره ان شاء الله هشوف الاليه ان انا الغي منها الماوس تماما وهيبقى موجود معايا فقط. انا مش عايز اضيع الوقت بس في ان احنا يعني يعني خلونا كده. اعتقد كده بقى يعني اللي بيلعب ده مش هيعرف يلعب تاني كده، مش هيعرف هو علي ده يعني رفع ايده بس مش عارف ليه، بس اكيد هو اللي بيلعب ده. ما علينا.